أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد عمليات اغتيال واستهداف أئمة المساجد في العاصمة المؤقتة عدن. اغتال مسلحون مجهولون إمام مسجد فجر اليوم في العاصمة المؤقتة عدن. شهود عيان قالوا إن المسلحين أطلقوا النار على عادل الشهري إمام مسجد سعد بن أبي وقاص أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في حي إنماء ولاذوا بالفرار. هذا وتأتي عملية الاغتيال التي طالت الشهري بعد أقل من أسبوعين على مقتل فهد اليونسي إمام وخطيب مسجد الصحابة على يد مسلحين مجهولين. ما تزال العاصمة المؤقتة تشهد عمليات اغتيال تستهدف أئمة مساجد بين الحين والآخر. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: من يقف خلف عمليات اغتيال أئمة الجوامع في العاصمة المؤقتة عدن؟ ولماذا يتم استهداف هؤلاء الأئمة؟ قبل النقاش نذهب إلى مشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. في التوقيت ذاته من الفجر أغتيل الشيخ عادل الشهري وهو في طريقه إلى إمامة المصلين في جامع سعد بن أبي وقاص الواقع في حي إنماء السكني بمدينة عدن. حدث مروع آخر خلف وراءه تساؤلات بشأن دوافع هذه السلسلة من الاغتيالات التي لا تتوقف في مدينة عرفت بأنها مسالمة وهادئة ومستقرة طيلة تاريخها المعاصر. الرواية الأولية للحادث تقول إن المسلحين الذين اغتالوا الشيخ الشهري كانوا يستقلون ميكروباص وسيارة أخرى من نوع إيكو، وقد نفذوا جريمتهم ورحلوا، فيما سارع الناس لإسعاف الشيخ على وقع صراخات والدته، لكن المنية كانت أسرع ففارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى. لهذا الشيخ المغدور صلة بالشيخ فهد اليونسي إمام جامع الصحابة بالمنصورة الذي اغتيل بنفس الطريقة والتوقيت، فهما يشتركان في إدارة مدارس البنيان للتعليم الأساسي والثانوي ويعملان معا في جمعية الحكمة اليمانية وينخرطان في العمل الخيري بمدينة عدن. 10 أيام فقط تفصل حادث اغتيال الشيخ الشهري عن حادث اغتيال مماثل استهدف رفيقه اليونسي، فالقتلة يتحركون بحرية في عدن التي تسكنها الألوية العسكرية من كل شكل ولون وتتمركز فيها أكبر قوة برية للتحالف العربي. لا يستبعد المراقبون بإزاء تكرار استهداف شيوخ التيار السلفي أن يكون هذا الاستهداف في إطار مخطط تجفيف منابع هذا التيار في المدينة، في وقت اتهمت فيه شخصية بارزة في هذا التيار من أسمتها الأقلام المأجورة بالتحريض على شيوخ السلفية وعلى أنشطتهم الدعوية في عدن وعلى عملهم لصالح الجمعية الخيرية في كفالة الأيتام وتعليم الأطفال. الموت يكرس نفسه عنوانا أصيلا لمدينة عدن في وقت يتراجع فيه الأمل بإمكانية استعادة الحياة في مدينة لم تعرف سوى الحياة. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام. إذن كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من لندن المحلل السياسي الأستاذ صالح الجبواني، أهلا بك أستاذ صالح. مرحبا وسهلا، حياكم الله. إذن أستاذ صالح دعنا نبدأ هناك اغتيالات عديدة يتعرض لها أئمة الجوامع في العاصمة المؤقتة، من يقف برأيك خلف هذه الاغتيالات؟ هذه الاغتيالات مستمرة منذ أمد بعيد، منذ أن تم اغتيال الراوي ثم العدني، وتبعت اغتيالات عديدة تم الكشف عن بعض مرتكبي هذه الاغتيالات ومن يقف وراءهم بالأسماء ودوافع الاغتيال، وتم نشر هذه الأسماء على وسائل التواصل الاجتماعي. واتهم الشيخ هاني بن بريك بأنه كان من ضمن المتهمين بالوقوف وراء هذه الاغتيالات، لأن الصف السلفي صار قسمين، قسم يتبع هاني بن بريك ولديه مراكز سلفية ولديه مدارس ولديه مساجد، وأبرز المراكز السلفية التي تتبع بن بريك والتي مولت من الخارج مركز بير أحمد، هو مركز معروف تم صرف حوالي 2 مليار ريال على هذا المركز، أيضا تم تمويل مرفقاته ومساجده ومدارسه من الخارج، طبعا من
من حلفاء هاني بن بريك وزملائه. طيب. يعني عندما نتحدث على مثل هكذا اتهام أستاذ صالح، هل يمكننا الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في اتهام هاني بن بريك ومن معه في ذلك؟ طبعا هو اتهام، والاتهام يعني كلمة معروفة، أنه طبعا تم القبض على كثير من القتلة وتم نقلهم إلى السجون وتم نقل بعضهم إلى أبو ظبي، بعضهم إلى مصوع في إريتريا منذ اغتيال الشهيد جعفر محمد سعد. الناس يسألون وشلال شايع بنفسه صرح أنه قبضنا على قتلة الشهيد جعفر وعلى قتلة العدني وعلى قتلة الأدريسي. إذن منذ عام كامل أين المتهمين؟ أين هي التحقيقات؟ أين نتائج التحقيق؟ لماذا لم يحولوا إلى النيابات؟ هذا المؤشرات تدفع بالاتهامات إلى 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 إلى, إلى نسبة كبيرة من المصداقية. إذن يعني لابد أن تشترك وسائل الإعلام جميعا ومنها قناة بلقيس في البحث مع الموجودين في الميدان وخصوصا في مدينة عدن. لماذا لا يتم التواصل مع السلفيين أنفسهم، مع هؤلاء الضحايا الذين كل يوم يقتل منهم مجموعة؟ يعني أنا أعتقد أنه هذا القتل هو حلقة ضمن مخطط أكبر وأوسع، يبدأون بالسلفيين لأنه التيار الديني هو الحلقة الأضعف في هذه الأيام، وهذا أمر خطير جدا باعتبار هؤلاء دعاة، هؤلاء بدون منظمات، لا منظمات تحميهم، لا أحزمة أمنية تحميهم، لا قوات تحميهم، ولهذا باعتبارهم الحلقة الأضعف يتم استهدافهم. ولكن العملية سوف تتطور إلى حلقات أخرى، و هو أنا أعتقد أنه هذا القتل يجري لتمهيد الأرضية لكي تصبح عدن خالصة وكاملة بأيدي هؤلاء اللي يمولون القتلة ويقفون خلفهم. طيب، يعني نحن يجب أن نشير الآن إلى أننا حاولنا التواصل مع الأجهزة الأمنية في عدن للتعليق حول هذه الحوادث المتكررة، لكن لم تكن هناك استجابة معنا من ضمن يعني من هذه الأجهزة، وكذلك عدد من هم بداخل مدينة عدن الذين يتحفظوا على الخروج والحديث في هذا الموضوع لحساسيته ربما. لكن على كل حال أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ صالح. أرحب بمن ينضم إلينا من إسطنبول، الأستاذ نبيل البكيري المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك وضيفك الكريم، حياكم الله. إذن أستاذ نبيل، الآن هناك كما يقول الأستاذ صالح الجبواني اتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي ل هاني بن بريك بأنه هو من يستهدف هؤلاء الأئمة والخطباء يعني القائمين على هذه الدعوة كما يقال في عدن. لماذا يتم استهداف هؤلاء الخطباء برأيك؟ أولا باعتقادي أنه ما يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات هي أيضا تستند إلى حقيقة المعركة الدائرة في عدن. يعلم الجميع أن هاني بن بريك بمثابة أو مسك منذ لحظة مبكرة ملف عدن باعتباره شيخا سلفيا وباعتباره كان من ضمن المقاومة التي انبثقت في عدن، فتم تسليمه إدارة أو ملف الشأن الديني والسياسي والعسكري والأمني الآن، وبدأت معركة مبكرة بين هاني بن بريك. هذه المعركة كانت من قبل سقوط عدن بيد الحوثيين، كانت معركة بين فصيلين من فصائل السلفية، ما يسمى بالسلفية الجامية والتي يمثلها هاني بن بريك، والسلفية الأخرى السلفية الدعوية والنهضوية التي مثلت بجماعتي الحكمة والإحسان، وكان هناك صراع فكري كبير بين التيارين. باعتقادي بعد تسلم هاني بن بريك الملف في عدن وتحوله إلى شبه حاكم عسكري للإمارات في عدن، بدأت تصفية خصومات وحساباته مع من اعترض عليه في إطار المؤسسة السلفية نفسها أو التيار السلفي صح التعبير، أو في إطار بعد ذلك ما اتضح لاحقا بمشروع ضرب كل من ساهم في مقاومة عدن وتحويل الأمر إلى تيار تابع أو تحويل عدن وكل من فيها من تيارات الدنيا
إلى تيارات تابعة وخاضعة للمشروع الإماراتي. يعني أن ترجح صحة هذه الاتهامات من وجهة نظرك؟ حتى لا نستبق الأحداث، نحن أنا باعتقادي أن الأمر في غاية الخطورة الآن فيما يتعلق بحياة الآخرين الموجودين هناك، وفيما يتعلق أيضا بالدلائل والإشارات من الأحداث السابقة التي كان فيها تم القبض على عدد من المتهمين في عملية، وخاصة في عملية عبد الرحمن العدني، حيث تم القبض على قتلته وتم التحفظ عليهم من قبل القوات الإماراتية، وحتى الآن أكثر من سنة كاملة ولم يتم التحقيق معهم ولم تعرف نتائج هذه التحقيقات، مع أنهم أعلنوا أنهم في قبضتهم وأنه تم التحقيق معهم. هذا جانب. الجانب الأهم أيضا والأخطر أنه اليوم يتم تصفيه حسابات في إطار إعادة تشكيل تيار سلفي جديد. هذا التيار يستمد وجوده وحضوره من التسليم بسيطرة الإمارات أيضا، وسيطرة ما يسمى بتيار الحراك الانفصالي الجنوبي تحت مسمى أو شعار المجلس الانتقالي. نحن الآن أمام حالة خطيرة. هذه الحالة أنا باعتقادي أيضا أنه يتحمل جزء كبير جدا من هذا الفضاء أو من هذا الفراغ الأمني القاتل والمخيف الحكومة الشرعية التي سلمت أو التي صمتت عن دورها وساهمت في إضعاف نفسها بنفسها من خلال السماح لهذه الميليشيات التي تعمل خارج إطار القانون وخارج مؤسسات الدولة كالحزام الأمني وغيره. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي الجميع مشتركون، الشرعية في بدرجة رئيسية مشتركة في هذه المهزلة الأمنية التي تحصل في عدن التي تهدف حياة الأبرياء، وبالتالي نحن هنا نناشد ونطالب المجتمع الدولي بتحقيقات عاجلة، تحقيقات تدين القتلة الحقيقيين وتعريهم أمام الرأي العام، ويتم القصاص منهم القصاص العاجل في حق الأبرياء وضحايا الذين سقطوا في هذه الأحداث والاغتيالات السياسية. دعني وجه يعني نقطة يعني مسؤولية الحكومة الشرعية إلى الأستاذ صالح الجبواني، هل تتفق مع الأستاذ نبيل في وجود جزء من المسؤولية على الحكومة الشرعية فيما يحدث من عمليات اغتيال في عدن ولهذا الوضع الأمني غير المستقر؟ بالتأكيد الحكومة الشرعية لديها كثير من النواقص والمهام التي لم تقوم بها، لكن يجب أن لا نحملها أكثر مما تحتمل، لأنه عدن هي في قبضة القوات الإماراتية ومن يقفون إلى جانبهم من الحزام الأمني وقوات الأمن أو ما يسمى بالأمن التابع لشلال شايع. طبعا الحكومة مقيدة لا تستطيع الحركة كما يجب، الحكومة تخضع ما هو على أرض الواقع، والواقع كما ذكرت لكم بيد آخرين. طبعا الرئيس هادي لديه قوات كبيرة في عدن، لكن ما يريد أن يدخل في معركة تشوه الإطار العام للحرب مع الحوثيين والعفاشيين. الرئيس هادي يريد أن نتجاوز هذه المرحلة بمزيد من الصبر ومزيد من التأني، ولكن الطرف الآخر يدفع نحو التفجير وقتل الناس، لا يمكن الصبر عليه هكذا، لأنه لكل فعل رد فعل سينشأ إن لم يكن اليوم فغدا. طبعا الحكومة الشرعية يجب أن تقف موقف قوي جدا وتبحث الأمر مع الأخوة السعوديين باعتبار السعودية قائدة عاصفة الحزم ومن أجل توقيف هذه المهزلة التي تجري في عدن. ما لم سيكون على الحكومة الشرعية مسؤولية في وقف هذا العبث ما حصل، يعني يحصل ما أي ليحصل ما يحصل، لأنه لا. عندما تصل الأمور إلى دماء الناس وإلى أرواحهم فالأمر تجاوز كل الخطوط الحمراء. طيب دعني أتسأل ودعني أنقل هنا التساؤل إلى الأستاذ محلل السياسي أستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، يعني الآن وجود أكثر من جهاز أمني، أجهزة تتبع الحكومة الشرعية، هناك أجهزة تتبع آخرين بخلاف هذه الحكومة، وحتى بداخل يعني مؤسسات إطار الدولة هناك ربما من يتلقى أوامره بشكل غير مباشر من أجهزة أخرى غير الحكومة. هذا التداخل الأمني إلى أي مدى يؤثر في إقلاق السكينة والاستقرار بداخل عدن؟ لا شك أنه هذا التشتت وهذا الفراغ الأمني الكبير الحاصل نتيجة لغياب مؤسسات الدولة أو لغياب الإدارة الناظمة لهذه المؤسسات مثلا بوزارات الداخلية
مثلة بالأجهزة الأمنية سواء المستوى العسكرية أو المخابراتية. كل هذا الغياب هو الذي سبب هذا الارتباك والفراغ الأمني الذي يتم من خلاله الاشتغال بروح انتقامية وروح يعني تقتل بدم بارد دون أي حسيب أو رقيب أو مساءلة. وبالتالي أنا باعتقادي ما يحصل هو نتيجة طبيعية وطبيعية جدا في ظرف تغيب فيه الدولة ومؤسساتها، في ظرف تم فيها تقويض مؤسسات الدولة وتحويلها إلى ميليشيات تابعة لأطراف خارج إطار السيادة الوطنية سواء الإمارات أو غيرها، أو حتى رجال حرب موجودين أو أمراء حرب موجودين اليوم في عدن. ما يحصل اليوم في عدن هو يعني مزيد من الفوضى، مزيد من الفراغ الأمني القاتل الذي من خلاله يتم توظيف هذه الجماعات فيما يتعلق بسوق السوداء، فيما يتعلق بسماسرة الإرهاب، سماسرة السلاح. يعني نحن أمام مشهد ضبابي جدا. هذا المشهد يتحمل مسؤوليته بدرجة رئيسية الجانب الحكومي باعتباره المسؤول الأول والأخير أمام المواطن اليمني والمواطن العدني في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر فيها اليمن. أنا باعتقادي أنه الجانب الحكومي يجب اليوم أن يظهر على سطح المشهد وأن يخاطب هؤلاء الناس المواطنين ويطمنهم على سلامتهم ويعمل ويتحمل مسؤوليته فيما يتعلق بإعادة ترتيب هذه المؤسسات الأمنية، ويتم التخاطب مباشرة مع التحالف العربي الذي ساهم أيضا بسياساته التي عملت على تشكيل أحزمة أمنية أو ما يسمى بحزام أمني خارج إطار مؤسسة الدولة. يتم مخاطبتهم أن هذه الأجهزة الأمنية الميليشيوية الغير رسمية هي اليوم عامل رئيسي من عوامل الإقلاق ومن عوامل تفجير الأمن وتحويله إلى هذه الفوضى التي نراها في عدن. طيب دعني أعود إلى الأستاذ صالح الجبواني. أستاذ نبيل، كيف يمكن أن نتوقع أستاذ صالح ردة فعل التيار الذي يعني هؤلاء الدعاة وهؤلاء الأئمة هم منه؟ كيف يمكن توقعنا؟ في أي سياق يمكن أن تكون ردة فعلهم تجاه هذه العمليات التي يبدو أنها تستهدف فصيلا أو جزءا أو مكونا واحدا من المجتمع في عدن؟ هو الاغتيالات لم تطال الدعاة فقط، ولكنها طالت في مرحلة ماضية حتى الضباط و بعض القياديين في الأحزاب السياسية، لكنها عادت في هذه الفترة لتطال الدعاة. الدعاة هؤلاء من الفريق السلمي الذي يؤمن بالدعوة ولا يؤمن بالجهاد والسلاح وغيره، لكن الآن عليهم هؤلاء سيكونوا إمام خيارين. الخيار الأول يتركوا عدن ويخرجوا منها، أما والخيار الثاني يحملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم. واعتقد انه الخيار الثاني بحمل السلاح والدفاع عن انفسهم هو الاقرب الى ما سيحصل، انه فين سيذهبوا الناس؟ فين سيذهبوا ويتركوا اسرهم، يتركوا بيوتهم، يتركوا مدينتهم، الى اين؟ لكن هل هذا الخيار هو الافضل لما يمكن ان تكون عليه الامور في العاصمه المؤقته؟ لا، هذا الخيار ليس افضل، ولكن خيار المضطر. يعني انا اتكلم يعني حسب ما سألتني أنه إيش رد فعلهم. رد فعلهم سيكون أما أن يتركوا المدينة أو أن يدافعوا عن أنفسهم في ظل غياب الدور الرسمي الممثل بالحكومة، وفي ظل تواطؤ الأجهزة الأمنية والعسكرية التي لا تحتكم للدولة أو خارج نطاق الدولة، زي مثل الحزام الأمني، مثل قوات شلال، مثل القوات الأخرى التي تتبع عيدروس الزبيدي. هؤلاء في ظل حكومة غير موجودة لتحميهم، في ظل أجهزة أخرى متواطئة بل ويمكن أن تكون مشتركة مع هؤلاء القتلة، سيكون أمامهم دفاع، ليس أمامهم إلا دفاع عن أنفسهم. وهذا حق مشروع لأي شخص يتعرض للقتل، وليست حادثة واحدة، حتى نقول أنه حادثة عرضية أو لها خلفيات شخصية، ليست حادثة وليست حادثتين ولا ثلاث حوادث. هذا قتل ممنهج يستهدف التيار السلفي، استهدفوا يا سيدي الشباب في مقاهي الانترنت باعتبارهم ملحدين، باعتبار في تهم ما أنزل الله بها من سلطان. الناس في عدن وصلوا إلى النقطة الحرجة، ومثل ما قال أخونا نبيل أن الحكومة عليها الآن واجب أن تصارح الناس وأن تصارح المملكة العربية السعودية وأن تتحمل مسؤوليتها كما يجب، أو أن تدعو الناس لتحمل مسؤوليات أمنهم بأنفسهم. والناس مثل ما
تدبروا أمر الدفاع عن عدن وإخراج الحوثي وقاد صالح بالقوة العسكرية، خرجوا الشباب من الحافات ومن أحياء مدينة عدن لا يحملوا إلا أسلحتهم الشخصية وأخرجوا هذه القوات الكبيرة جدا. الآن سيخرجوا مرة أخرى وسيهزموا هذا المشروع، لكن قبل هذا على الحكومة مسؤولية وعلى أيضا التحالف وخصوصا المملكة العربية السعودية مسؤولية، فعليهما أن يقوم بهذه المسؤولية، ما لم فالناس سيضطرون إلى الدفاع عن أنفسهم. أشكرك الأستاذ صالح الجبواني المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. بالعودة إليك أستاذ نبيل، إذن الآن يعني يتحدث الأستاذ صالح عن خيارات تحمل مسؤولية، يعني خيارات التي يمكن أن تبقى لمن هم في عدن في إطار عدم تحمل الأجهزة الأمنية والحكومة الشرعية لمسؤوليتها، لكن قبل الوصول إلى هذا الوضع الذي يبدو أنه غير مناسب لفكرة مواجهة الانقلابيين والتركيز على معركة واحدة في الأراضي اليمنية، ما الذي يعني يجب على الأجهزة الأمنية على الحكومة الشرعية القيام به في إطار الممكن؟ نحن نتحدث دائما عن إطار الممكن لها في سياق ما تملكه من أوراق وما تملكه من قوة. أولا أنا باعتقادي الحكومة بحاجة إلى إعادة ترتيب أمرها فيما يتعلق بالقائمين على الملف الأمني في عدن. أنا باعتقادي أنه أحد أهم الأدرع ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتيا والذي تلقى إليه أصابع الاتهام في أكثر من حادثة فيما يتعلق بأعمال العنف والاغتيالات التي حدثت في عدن كما حدث للشهيد قماطة وغيرهم. أنا باعتقادي أنه أولا يعد ترتيب المؤسسة الأمنية في عدن من خلال اختيار شخصية جنوبية أمنية عدنية تحديدا من قيادة المقاومة التي ساهمت في قيادة المقاومة والتي احترمت بعد ذلك كل ما ترتب على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن وتعيين بديل عن شلال شائع. هذه أنا باعتقادي النقطة الأولى. ثانيا إعادة ترتيب كل صفوف المؤسسة الأمنية فيما يتعلق بإعادة تفعيل أجهزة الأمن فيما يتعلق بالإدارات الأمنية في كل مديريات عدن، أيضا إعادة النظر في مسألة الحزام الأمني وهو حزام وهي قوات غير حكومية وغير نظامية وليس لها أي قانون يحكمها سوى أنها قوة تابعة للإمارات العربية المتحدة. بالتالي إعادة ترتيب هذا الأمر الملف الأمني على مستوى الأشخاص الماسكين لهذا الملف وعلى مستوى قوات ما تسمى بالحزام الأمني، أنا باعتقادي هي المفتاح الوحيد لحل الأزمة والغياب الأمني والعسكري في عدن. غير ذلك أنا باعتقادي ستظل الأمور معلقة وستظل مسألة الاغتيالات هي الروتين اليومي لهذه الجماعات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدستور والقانون. إذن كنت معنا المحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة قدمناها لكم من قناة بلقيس. في ختامها تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.